في هذه الصحراء المترامية الأطراف تعمل شركة وانغياو الصينية على بناء مشروع منطقة الأعمال المركزية للعاصمة الإدارية الجديدة لمصر. ومنذ عام 2017 جاءت وانغياو وزملاؤها إلى جوبي هذه التي تبلغ مساحتها ما يقرب من 600 ألف متر مربع. في غضون 5 سنوات سيشيدون 10 مباني مكتبية و5 مباني سكنية و4 فنادق كبيرة إلى جانب برج معلم بارتفاع 385.8 متر، وهو الأعلى في أفريقيا. وستكون هذه المنطقة حي الأعمال المركزي في العاصمة الإدارية الجديدة المستقبلية لمصر. الحزام والطريق لا يقتصر على جلب التكنولوجيا الصينية الناضجة والمعدات المبتكرة ومعايير البناء إلى المنطقة المحلية، بل يدرب كذلك عددا كبيرا من المواهب المحلية التقنية في مجال إدارة المشاريع. في يناير عام 2020 افتتحت أول كلية لوبان خارج الصين رسميا في مصر. منذ انطلاق مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر، وفر المشروع التدريب على المهارات والوظائف لنحو 40 ألف عامل محلي. لمدة 4 سنوات ظلت وانغياو حوالي 8 آلاف موظف صيني و3 آلاف موظف مصري يعملون على تشييد هذه المدينة الصحراوية. في عام 2023 سيتم الانتهاء وتسليم 20 مبنى شاهق الارتفاع شيدتها شركات صينية في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر.